يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي هنبدأ بيه النهارده بقى اول حاجه الديموت للاكتيف دايركتوري. يعني ايه ديموت؟ هو انا لما كنت عايزه ارقي جهاز الكمبيوتر بتاعي من ورك جروب لدومين كنترولر، العمليه دي كنا سميناها ايه؟ بروموشن، ترقيه، صح؟ ديموت العكس، ديموت يعني بقلل درجه، بروموت بعلي درجه، ديموت بقلل درجه، تمام؟ يعني على سبيل المثال احنا كان عندنا السيرفر بتاع البرايمري دومين كنترولر، خلاص هنشيل دي بقى خلاص يا هنشيل دي خلاص بقى صلاح، ماشي تمام. وعندي كمان الجهاز بتاع الاديشنال، مش كده؟ بالمناسبه لو انا جيت دلوقتي هنا على الجهاز بتاع البرايمري دومين كنترولر وفتحت تول اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، هلاقي فيه هنا عندي كونتينر اسمه كمبيوترز، ده بيتحط جوه مين؟ اجهزه الكمبيوتر اللي بتبقى ممبر من الدومين، تمام؟ وعندي كمان دومين كنترولر، دومين كنترولر ده الاو يو اللي بيبقى جواها الاجهزه اللي اتحولت لدومين كنترولر سواء اديشنال او تشايلد، اي جهاز دومين كنترولر بيتحط هنا، تمام؟ طيب الجهاز بتاع الاديشنال ده لو تفتكروا في الاساس خالص هو كان ورك جروب وبعد كده انا رفعته لايه؟ لدومين كنترولر، صح؟ وقلت لكم ساعتها لوحده هيبقى ممبر من الدومين. طب لو انا عايز اعمل له ديموت، اول ما اعمل له ديموت هينزل درجه بس هيبقى ستيل ممبر من الدومين، مش هيبقى دومين كنترولر بس ستيل هيبقى ايه؟ ممبر من الدومين، تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ لو انا عايزه دلوقتي اريموف الرول اللي انا سطبتها قبل كده من الليست اللي قدامي دي، مفيش ريموف رول، امال اجيب ريموف رول منين؟ من مانج واقول له هنا ريموف رولز اند فيتشرز، تمام؟ نيكست واشيل علامه الصح من على اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس، تمام؟ ريموف فيتشر، هستنى كده شويه هيطلع لي ايرور دلوقتي، الايرور ده بيقول لي ثانيه واحده ازاي ان انت عايزه تشيلي رول اساسا لجهاز عباره عن دومين كنترولر، صح؟ طب هقول له معلش يا عم اعمل لي ديموت ليه الاول، ديموت ذس دومين كنترولر، تمام؟ وتحت طبعا بيقول لي ذا سيرفر ويقول بي اوتوماتيكالي ريستارتد افتر ذا ايه؟ ذا ديموشن اوبريشن، تمام؟ مين اللي هيشيل الجهاز دلوقتي من الدومين؟ تي شوت على ادمنستريتور، ماشي اوكي، اللي هو الدومين ادمن احنا عارفين بيقدر يعمل اي حاجه، تمام؟ بصوا بقى الاوبشن ده الديفولت دلوقتي لو انا ما حطيتش علامه صح هنا، الديفولت المفترض ان الجهاز السيرفر ده بيكونتاكت مع السيرفر اللي بيلعب كدومين نيمنج ماستر رول اللي هو مين؟ البي تي سي، صح؟ في حالتي البي تي سي هو دلوقتي الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمنج ماستر رول بغض النظر عن اللعب اللي احنا لعبناه قبل كده، تمام؟ فيشيل منه نفسه، اصلا يشيل نفسه بالذوق كده من هناك. افرض دلوقتي عمال يحاول يكونتاكت مع السيرفر اللي بيلعب كدومين نيمنج ماستر رول، مفيش كونكتيفيتي، مش قادر يوصل له لاي سبب من الاسباب، مش قادر يوصل له. ساعتها انا ممكن اقول له هنا فورس ريموف، فورس ايه؟ ريموف. لو انا حطيت علامه صح هنا كده انا بقول له يعني اعمل ديموت لنفسك من غير ما تكونتاكت مع السيرفر الرئيسي اللي هو البرايمري دومين كنترول. وانا مش بفضل الاوبشن ده نهائي. ليه؟ لو انا دلوقتي عملت له ديموت بطريقه محترمه، يعني ما حطيتش هنا علامه صح، المفترض ان هو بيكونتاكت زي ما اتفقنا مع البرايمري دومين كنترولر، بيشيل نفسه هنا بالذوق، يعني على سبيل المثال هيتشال من الاو يو بتاعت الدومين كنترولرز والوحده كده هينزل تحت مين؟ كمبيوترز، تمام؟ ده في حاله طبعا لو انا ما كنتش عملت ريدايركت للكمبيوتر اكونت لو نفتكر، تمام؟ حاجه كمان لو انا دخلت هنا تحت تولز تحت اكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، لو تفتكروا انا كان عندي اتنين سايت، صح؟ المعادي، تمام؟ وزجزج، تمام؟ الاتنين موجودين، التو سيرفرز موجودين تحت معادي، هيشيل نفسه هنا بالذوق. انما لو انا قلت له دلوقتي فورس ريموف، فورس ريموف يبقى انا بقول له زي ما اتفقنا شيل نفسك من غير ما تحاول تكونتاكت مع البرايمري دومين كنترولر، وبالتالي انا اللي لازم، انا كادمنستريتور اللي لازم اروح على البرايمري دومين كنترولر انضف وراه، اقعد اشيل بقى اي اوبجكت خاص بالمكنه دي، تمام؟ فانا هقول له نيكست ومش هحط علامه صح هنا لاني قلت لكم تاني ايه؟ انا عن نفسي مش بفضل الاوبشن ده. بعد كده بقول لك ايه؟ السيرفر ده عليه دي ان اس وعليه جلوب الكتالوج، متاكده ان انت عايزه تعملي له ريموت؟ ماشي يا عم مالكش دعوه، بروسيد ويز ريموفل، تمام؟ فاكرين لما كنا قلنا ان الدومين كنترولر زمان لغايه ويندوز سيرفر 2008 كان عندي امر دي سي برومو في قائمه ران، ده اللي بيرقي الجهاز، دي سي برومو الثانيه بيعمل ديموت. يعني انا دلوقتي لغايه ويندوز سيرفر 2008، تمام؟ اجي كده في قائمه ران اكتب دي سي برومو، يظهر الويزرد اللي انا بضيف فيه او بحول الجهاز عن طريقه لدومين كنترولر، تمام؟ لو انا كتبت دي سي برومو تاني
ده كده بيظهر ويزرد مختلف اللي انا عن طريقه بعمل ديموت للسيرفر. تمام؟ طيب الجهاز بتاعي انا كنت كريت عليه اكونت، اعتقد كان فتحي، وقلت لكم بي فيري كارفول لان فتحي ده خلاص طار مش موجود، لان زي ما اتفقنا هنا انا نسيت اوريها لكم، لكن نسيت اوريها لكم. لو جيت هنا تحت كمبيوتر مانجمنت، تحت لوكال يوزرز اند جروبس، مفيش، مبقاش عندي لوكال يوزرز اند جروبس، صح؟ فطار، على عكس البرايمر دومين كنترولر كان بيتاخد قط من السام يتحط جوه الان تي دي اس. تمام؟ بيقول لي دلوقتي انا الجهاز ده يعني هيرجع تاني، يعني مش هيبقى عليه اي اكونت جوه السام داتابيز، صح؟ كريتي لي اي اكونت جوه السام او حطي لي اسفه باسورد لادمنستريتور اكونت اللي هيبقى جوه السام عشان تقدري تدخلي عليه تاني. ما هو مش هيبقى عليه اكونتات خلاص. تمام؟ فحاضر، نحط له الباسورد بتاعت اللوكال ادمنستريتور اللي هتتسيف عندي جوه السام. تمام؟ وممكن برضو ان انا اسيف السكريبت ده وفي الاخر اقول له ايه؟ ديموت. بعد ما يخلص المفترض ان هو لوحده هيعمل ريستارت. تمام؟ شويه هنتات كده بقى بسيطه. انا قلت تاني في عندي اوبشن اسمه فورس ريموف، صح؟ وقلنا من شويه ان انا عندي في قائمه ران كنت بكتب دي سي برومو، مش كده؟ لو انا كنت زمان لغايه ويندوز سيرفر 2003 لو انا كتبت دي سي برومو المره الثانيه بيظهر ويزرد زي ما اتفقنا عن طريقه بعمل ديمود، ما فيهوش اوبشن اساسا لفورس ريموف. طب افرض دلوقتي اداني ايرور انه مش قادر يكونتاكت مع البرايمري دومين كنترولر وانا عايز اعمله ديمود، مش عارفه. فساعتها وكنت بفتح قائمه ران، تمام، واقول له دي سي برومو مسافه على فورس ريموفل. دي سي برومو مسافه على ايه يا شباب؟ فورس ريموفل. تمام؟ ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 بقى عندي اوبشن اساسا الويزرد اول ما باجي اشغله ممكن احط علامه صح على اوبشن كده اسمه ادفانسد. لو انا ما حطيتش علامه صح على ادفانسد مش هلاقي الاوبشن بتاع فورس ريموف. تمام؟ لكن لو انا قلت له تاني دي سي برومو عشان اعمل دي مود ظهر الويزرد، حطيت الاول علامه صح على ادفانسد، ساعتها هيظهر الاوبشن بتاع ايه؟ فورس ريموف. او برضو نفس الاتفاق ان انا بفتح قائمه ران واكتب له دي سي برومو مسافه على فورس ريموف، يا دي قطيه. تمام؟ طبعا زي ما اتفقنا ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 اختفى اساسا الاوبشن بتاع ايه؟ دي سي برومو. تمام؟ المكنه دي بعد ما يتعمل لها ريستارت المفترض دلوقتي هتقوم هنلاقيها ايه؟ لا دومين، ممبر من الدومين، يعني ما هياش دومين كنترولر لكن ممبر من الدومين، كانها كانت كمبيوتر عادي بس ممبر من الدومين. لو انا كنت عملت لها فورس ريموفل كانت هتبقى ورك جروب. مش احنا متفقين ان السيرفر اللي بيلعب كدومين نيمنج ماستر رول لازم يكون عنده معلومات بكل الدومين كنترولرز اللي عندي في الشبكه سواء وهو بيتحط او وهو بيتشيل. تمام؟ تعالوا كونتاكت بقى كده. ايه رايكم؟ تي شوت على ادمنستريتور. يعني لازال ممبر من الدومين اهو. تمام؟ ولو انا جيت دلوقتي هنا على بي دي سي ارفرش كده ايه اللي حصل؟ اختفى من الدومين كنترولر. تمام؟ هيظهر فين؟ ظهر عندي تحت مين؟ تحت كمبيوتر. واضحه الجزء ده؟ تمام. لما انا قلت له دلوقتي فورس ريموف ده مش معناه ان هو شال الرول، ده مش معناه ايه؟ انه شال الرول. تعالوا كده تاني، لو قلت له مانج وقلت له، هو طبعا بيقول لي لسه انا بعمل بجمع معلومات اصلا عن السيرفر فنصبر شويه لغايه ما يخلص ريفرش. لو قلت له تاني مانج، بصوا النوتيفيكيشن دي لو ضغطت هنا بيقول لي بروموت السيرفر، معنى كده ان الرول بتاعتي لسه متسطبه بس ما بقاش دومين كنترولر. تمام؟ فلو انا جيت تحت مانج كده ريموف رولز اند فيتشرز، نيكست نيكست، المره دي لو جيت اشيل علامه الصح من على اكتف دايركتوري دومين سيرفيس عشان ان انا اشيل الرول ذات نفسها المفترض ساعتها ما يديش ايرور. تمام؟ وكمان بالمره اشيل السيرفيس بتاعت مين او الرول بتاعت الدي ان اس لو انا مش عايزاها، نيكست. تمام؟ وبعد كده ممكن اقول له هنا ايه؟ بعد ما تخلص عمليه الريموف اعمل له ريستارت، بدل مثلا ما يخلص وبعد كده يفضل معلق كده ان هو مستني ريستارت، اجي اسطب اي رول تاني او اجي اعمل اي اكشن تاني وانا نسيت عن الريستارت ده فيدي ايرور. تمام؟ هيخلص بقى دلوقتي ومع نفسه كده هيعمل ايه؟ ريستارت. تمام؟ بعد ما يقوم ستيل الجهاز ممبر من
الدومين جهاز لسه ممبر منين يا شباب؟ من الدومين. تمام. لو جيت هنا بقى دلوقتي تحت اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز ريفرش كده، ايه ده؟ ده السيرفر بتاعي اللي اسمه اي دي سي لسه تحت السايت صح، بس لو ضغطت هنا ما بقاش تحتيه ان تي دي اس، ما بقاش تحتيه ايه؟ ان تي دي اس. طالما ما بقاش تحتيه ان تي دي اس يبقى ده معناه ان السيرفر ده ما بقاش دومين كنترولر، بس ساعتها انا اللي بس جاست ان انا بقول له ايه؟ ديليت بايدي. حد واقع مني في الكلام ده في اي حاجه؟ نقلتهم لان لو ما كنتش نقلتهم خد بالك انا عندي الدومين نيمينج ماستر رول كان عمل لي مشكله صح، لان السيرفرين كانوا حاسين بنفسهم ان هم دومين نيمينج ماستر رول، فساعتها لو الاثنين حاسين بنفسهم ان هم كده وجيت اعمل ديموت اصلا للاديشنال كان هيدي ايرور، وساعتها هضطر ان انا اعمل فورس ريموف. فبدل وجع القلب قمت ايه اتاكدت ان الرولز بتاعتي كلها راحت على البرايمري الاول قبل ما اعمل دلوقتي قدامكم ديموت. واضحه كده؟ اوقف بقى كده الفيديو لغايه ما يخلص كده ويعمل ريستارت ونشوف هنتصرف ازاي مع المكنه دي. طب يلا الفيديو اشتغل. ها لسه برضو ممبر مين الدومين بايدك بقى، انت عايز تشيله من الدومين ترجع تاني تحوله ايه؟ وركو جروب. بص بعد ما عمل ريفرش كده بعد ما قام بعد ما دخلت تاني لسه بيكمل عمليه الريموف اهي صح؟ هيخلص على طول يعني ما تقلقوش. لا لا دي ما بتطولش، دي مش بتطول. لا هو كده يعمل ريستارت وبعد ما يقوم يروح مديك الحته الصغنطوطه دايما كده في الاخر. مع كل رولز مش مع دي بس. تمام؟ ألف سلامة. مين فتحي؟ خلص كلوز. تمام؟ لو قلت له دلوقتي كونفيجر السيرفر ده لازال ممبر من الدومين هخليه دلوقتي بقى ايه؟ ورك جروب. هسمي الورك جروب اي اسم. تمام؟ بالمناسبه صحيح بعد ما اخليه ورك جروب المفترض دلوقتي انه هيطلب ريستارت. تمام؟ لو انت عايز تجونه على الدومين في نفس الخطوه بدل ما تضطر تعمل ريستارت وبعد ما يقوم تجونه على الدومين تاني، لا ممكن تقول له تشينج تاني وتقول له دومين وكونكت في نفس الخطوه. تمام؟ عمرك اللي ضاع في الحته دي، صح؟ ولا مين اللي كان؟ لا مش انت، حد انت؟ ريستارت كده هيخلص بقى والجهاز بقى ايه؟ هيقوم ورك جروب. تمام؟ هوقف الفيديو واخد اسئلتكم.